هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا مناح ومبسوطين وانتم عم تشوفوا هذا الفيديو. هلا اليوم بهذا الفيديو حابه اجاوبكم على اسئلتكم اللي سالتوني على اذا ما كنتوا عيني على الانستغرام تابعوني هون اسمي. حابه اقول لكم انه اليوم عندنا ضيف بهذا الفيديو. هو ضيفنا اليوم اسمه دبدوبي المدبدب دبدب دبدوبي المدبدب دبدب هذا اسمه. بس قبل ما نبلش بالفيديو اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اتركوا بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر يلي جوا تحت الفيديو. وكمان اذا هلا عن جد خلينا نبلش باول سؤال. لو عندك اخت زياده عن نور وتكون اصغر منك، السؤال هو ممكن تحبيه اكثر من نور؟ نو. يمكن لانه اصغر مني وانا عندي اخ اصغر مني وعلاقتي فيه مش مثل علاقتي مع نور، انه نور اختي كبيره فبحس انه ما بعرف. كم عمرك وانت البنت الصغيرة ولا الوسطى ولا الكبيرة؟ اوكي سو انا البنت الوسطى لانه انا اصغر من نور بس اكبر من وليد، وعمري 15 سنة، عيد ميلادي يوم 29/12 بس لانه امي ما كان بدها تصغرني تكبرني سنة، فبدل ما تحطني 29/12/2002 حطتني 1/1/2003، ولما اجت على امريكا غيروه ل 1/2/2003 مشان لما اكبر بصير 1/2/3، فهمتوا كيف؟ لهيك اسمي بنين نعيم 1/2/3. اوكي بعرف عم بحكي كثير بس انه وصلت الفكرة. بس انه عيد ميلادي الاصلي 29/12، سو بتفكري تغيري لون شعرك؟ واذا بتفكري شو هي الصبغة؟ صراحة ما بدي اصبغ شعري بس عم فكر انه اعمله ازرق. بعرف هالشي غريب بس ازرق غامق مش ازرق فاتح، رغم انه اللون الازرق مش من الواني المفضلة ولا اي شيء، بس لانه كان في فلتر واستخدمته وكان تحول لون شعري ازرق فحبيته. بس لا ما بدي اغير لون شعري، ما بدي اغيره. كيف بتعرفوا وقت الاذان بامريكا؟ عندنا تطبيقات على التليفون وانه بيأذن فالتليفون ما بدي اقول من التليفون باذن لانه التليفون ما باذن، بس بيطلع صوت الاذان من التليفون لما بيجي وقت الاذان. شو اكثر لون بتحبيه؟ بحب اللون الاسود كثير، احمر، وبحب الاصفر كمان. مين هي فرقه الكي بوب المفضله عندك؟ بحب بلاك بينك لانه بجننوا، وبحب ليسا كثير، ليسا بتجنن، كلهم بجننوا بصراحه. وبحب كمان بي تي اس، قلت لكم شي مليون مره، بايس جيمين. اكثر مره خفتي فيها؟ اكثر مره خفت فيها لما انكسرت رجل امي، خفت كثير بهذيك الفتره. كمان مره ما بدي احكي عن هاي القصه لانه بتخوف، ما بدي احكي عن هاي القصه. عمرك رسبتي بماده؟ ايه رسبت بالفرنسي لانه بصراحه اللغة صعبة رغم انه بحب الاغاني الفرنسية. رسبت باللغة الفرنسية، تعلمنا كثير بالصف بس ما بتذكر. كم مرة تخانقتي انت ونور لدرجة ما ضليتي تحكي معه يومين؟ لما بنتخانق بنتصالح بعد دقيقتين، يعني عن جد بنتخانق هيك شوي وبنتصالح، احيانا يعني بنتخانق على اشياء سخيفة، مرة تخانقنا على الشاحنة لأنه هي دائما بتاخذ شحناتي وبتضيعهم، مرة بالسيارة تخانقت معها لأنه دائما بتاخذ شاحنتي وأنا كان بدي أشحن وهي كان بدها تشحن، وأنا قلت لها إنه هي لإلي تركيني بحالي بدي أشحن، وهي عصبت علي وأنا عصبت عليها. وكمان نور ما عاد تاخذي شاحناتي، وكمان سافرت لدبي نور قبل 3 أيام وأخذت شاحنتي، يعني أنا تركت شاحنتي بالبيت ورحت على المدرسة ورجعت على البيت وما لقيت شحنتي. ليش نور؟ من متى عرفتي ان الخمسين اقل من المية؟ اخر موقف محرج صار معك؟ خليني احكي لكم. سو انا ورفيقتي دائما بنتراسل على سناب شات ودائما انا ببعث لها هيك وجوه بشعة وبكتب انه شو عم بعمل هلا وهي كمان بتعمل نفس الشيء. فمرة كان عندي امتحان وانا كنت عم حاكيها وكان جاي وقت الامتحان، خدت صورة وشعة وكتبت عليها او هلا اجى وقت الامتحان وكل هاي الشغلات، فبدل ما ارسلها لرفيقتي رسلتها لحدا ما بعرفه بسناب شات، كان شيء محرج بصراحة، الصورة كانت بشعة كثير. هل عرفتي سبب النزيف اللي كان عندي؟ بحبك كثير كثير وانا بحبك. سوشي! واخيرا عرفت سبب النزيف اللي صار عندي، سبب بكتيريا اكيد. بظن انه الكي اف سي اللي اكلته بلبنان سبب لي بكتيريا ببطني وصار عندي النزيف كل هاي الشغلات، بس اعطاني دكتور دواء وهلا صرت احسن. امتى اخر مره بكيتي فيها وليش؟ امبارح. ايه امبارح وانا عم بحط المسكارا، ما بعرف ليش بس دائما ببكي لما بحط مسكارا وهالشيء كثير مزعج. فايه امبارح كنت عم بحط مسكارا ونزلت الدمعه وكنت ابكي. لو تعطيكي الحياه فرصه واحده تخليكي ترجعي شخص واحد الحياه، مين بتختاري؟ اوكي سو لما كنت صغيره كان
كنت بعرف شخص وكان كتير قريب على قلبي، يمكن شي ما بتعرفوا عني، بس لما كنت صغيرة كنت بحب انه اكتب قصص، وكنت دائما بحكي لهذا الشخص، وهذاك الشخص كان دائما مشجعني على هي شغلات، فاذا كان فيني رجع الحياة طبعا بدي ارجعه. اي الله يرحمه. بتحبي التقويم؟ لا 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 لا. اكثر شيء بكرهه هو التقويم، والناس اللي حاط تقويم رح تفهمني، لانه التقويم كثير مزعج، وانه كل شهر لازم تتوجعي لانه عندك تقويم، ولازم تروحي على الطبيب كل شهر، وانا انسان بكره الطبيب هذا تبع الاسنان، وانه مزعج مزعج يعني، والله مزعج وشكله بيقرف يعني، استغفر الله العظيم. هلا اذا بلشت احكي عن ليش بكره التقويم، عندي لسته كامله ما راح اوقف لبكره. انت متزوجه؟ ايه انا متزوجه، تزوجت قبل 5 سنوات لما كان عمري 10 سنين، وهذا هو خاتم تبع الفرح، وكمان عندي بنت اسمها سوشي قطة صغيرة جبتها من بطني، لا تغير كل المظاهر، هي بنتي بس ما بعرف كيف صارت قطة. هي سو كيوت. هل وقع حدي في حبي احد من قبل؟ ومين هو؟ اتمنى تقولي اسمي ريماس. هاي ريماس. ايه وقعت بحبك. شو بتتابعي مسلسلات حاليا؟ عم تابع الطائر المبكر، وكمان عم تابع كثير مسلسلات ثانية بس ما عم كملهم. هذه الحلقة شي 13 او 14 من الطائر المبكر اللي هلا ما شفتها. سؤال اخير، نور ستارز شو بتقرب لك؟ ما عاد فيني اكذب عليكم اكثر، الحقيقة نور ستارز مش اختي، نور ستارز امي. اوكي جايز، هذا كان الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وحبيتوه، اذا حبيتوه ما تنسوا تحطوا لايك وتحطوا اشتراك القناة، تحطوا رايكم تحت بالتعليقات، وتابعونا على انستغرام، هذا هو انستغرامي، وبس بحبكم للامل والجوع، باي باي.